إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. من جواهر المعاني في النص القرآني الكريم جوهرة اسم الله النصير. ورد ذكر اسم النصير في القرآن الكريم 4 مرات، منها ما ورد من قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وورد كذلك اسم الناصر سبحانه وتعالى في القرآن الكريم 1 مرة، وذلك يعني جاه على بصيغة أفضل أو بصيغة التفضيل، وهي قول الله تعالى في سورة آل عمران: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سبحانه. ومادة النون والصاد والراء معناها في اللغة العربية اللي هي النصرة، زي ضربة نصرة، معناها فعل الخير وإعطائه، ومعناها الإعانة على الغلبة والإعانة على الفوز. وكذلك من معانيها التأييد والمساندة والمعونة، كل ده في باب نصرة في اللغة العربية. ومعنى النصير والناصر في حقه سبحانه وتعالى إنه هو المعين المعين والميسر للغلبة والفوز، لأنه الله القوي، لا ناصر في الحقيقة سوى الله جل جلاله. ومن عرف أن الله تعالى هو الناصر النصير تضرع دوما إلى الله العلي القدير والتجأ له سبحانه وتعالى والتجأ إليه. فلابد للإنسان دايما من أنه يستمد استمداد المعونة، استمداد المعونة واستمداد النصر دائما من الله سبحانه وتعالى. أنت مخلوق ضعيف، لا حول ولا قوة لك على أي شيء إلا بالله الخالق العظيم القوي. لن تقوى على شيء ولن يتبدل حالك من حال إلى حال إلا بدوام الاستمداد من الله الحي الباقي القوي الناصر النصير. فالله سبحانه وتعالى هو الغالب الناصر على الإطلاق. كل نصر مطلق هو من عند الله تعالى، لقوله سبحانه: ليعلمنا ويعرفنا في قرآنه الكريم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يبقى النصر من الله سبحانه وتعالى، حقيقته من الله، والله تعالى خير الناصرين، لأنه هو القادر على نصرة عبده في كل ما يريد في حياته. لأنه مين العالم بيك؟ مين المطلع بدقة على أحوالك وعلى ظروفك غير العليم سبحانه وتعالى؟ من القوي سبحانه وتعالى؟ الله القوي هو الذي يعين وهو الذي يمد، هو الذي لا يخفى عليه دعاء العبد، لا يخفى عليه تضرعه،
لا يخفى عليه سؤال ربه سبحانه وتعالى. الله مطلع على كل ذلك، وهو الكريم الذي لا يبخل في جوده وعطائه وتأييده ونصره ونصرة كذلك عبيده. نصرة العبد إن تستمد استعداد واستمداد لازم. عايز إن ربنا ينصرك في كل مجالات الحياة، النصر اللي أنت عايز ربنا ينصرك فيها استعد واستمد، استعد تاخد بالأسباب واستمد، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. الله تعالى قال: فنعم المولى ونعم النصير، يعني نعم الولي ونعم الناصر من الأعداء، كما قال الإمام ابن كثير. هو سبحانه وتعالى الناصر النصير، هو الميسر للغلبة على الصعاب، كل الصعاب اللي في الحياة. والحياة مليانة، الحياة مليانة تحديات، الحياة مليانة عقبات، الحياة تموج بكثير من الشدائد. الله تعالى قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد. أنت مخلوق في مشقة من يوم ما اتولدت، وبتنتقل من مشقة إلى مشقة أخرى، لأن الدار دي، دار الدنيا دي دار امتحان مش دار سلامة. دار السلامة هي دار الجنة، إنما الدنيا دار مشقة، دار تعب. فالإنسان اللي موجود في هذه الحياة اللي هي كلها شدائد وامتحانات، لكي يجتاز المؤمن مشقات الحياة بسلامة، يلجأ إلى الله تعالى ويستنصر العلي القوي الناصر النصير. يعني تطلب منه تستنصره، يعني تطلب من الله التأييد، تطلب من الله النصر، تطلب من الله المعونة. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. يمدك جنوده لا تنقضي، جنوده يمدك بيهم في كل وقت. وسبحانه وتعالى نصير كثير كثيرا كثيرا ينصرك، وبيمدك بكل أسباب النصر الكثيرة قوي. ولله جنود السماوات والأرض، فلا تيأس ولا تحزن ولا تتعب ولا تخاف شيئا ولا ترهب أي شيء، توكل على الله القوي الناصر النصير جل جلال الله. ومن الخطأ إن احنا نفهم إنه النصر معناه بس في ميدان الحرب، أو قصر مفهوم النصر على الحرب، ده خطأ. نصر الله عميم، ومدد الله العظيم، يعني مدده ومعونة الله سبحانه وتعالى، معونة إلهية عامة مطلقة للعباد في كل وقت. فما من عبد استنصر بالله وسأله النصر والمعونة والمدد إلا وتولاه الله سبحانه وتعالى. أنت تستنصر ربك وتتوكل عليه سبحانه وتعالى، يتولاك سبحانه وتعالى ويحفظك ويحرسك ويصونك. وما من عبد خاف الله سبحانه وتعالى واتقاه إلا أمنه مما يخاف ويحذر، ويسر له من كل خير وسعى، ويفتح له أبواب التيسير والتوفيق والنصر والقوة. نصر الله محقق لعباده المؤمنين في كل الميادين، في ميدان الحرب إذا ما دخلوا حربا، وفي ميدان السلم، يعني في ميادين الحياة الدنيا. وعد الله تعالى لعباده المؤمنين بالنصر ثابت ومحقق، ما عبدوه والتجأوا إليه وأخذوا بأسباب النصر على قدر طاقتهم. قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بس وانت داخل على أي أو تجابه أي أمر شديد، تبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، واستمد من النصير النصر لتوفق إليه بمعونته. أنا على طول استعد واستمد، استعد بالأسباب المتاحة لي، واستمد العون والنصر والفتح والتوفيق والقوة، تمد بالقوة عشان تقدر تستمر وتكمل وتجابه مشاكل الحياة الكتيرة والتحديات العظيمة، سواء في ميدان حرب أو في ميادين السلم، لأن كلها تحديات
في صور متنوعة ومختلفة. نحن اليوم نتكلم عن اسم الله تعالى النصير، فهو الله الناصر النصير. بنتكلم في يوم عظيم من أيام المسلمين، في ذكرى يوم من أيام الله تعالى. النهاردة هو يوم الفرقان الذي نصر الله فيه عبده وأعز جنده. هو يوم سبحان الناصر القوي. اليوم هو ذكرى أول غزوة في الإسلام، وهو انتصار معركة بدر اللي كانت بمدد ومعونة كبيرة جدا من الله سبحانه وتعالى. فقد كان في الوقت ده يوم ذكرى بدر، في الوقت ده في يوم بدر كان عدد جيش المسلمين وسلاحهم مش أقوى حاجة بالنسبة لجيش المشركين، عدد قليل والسلاح والعدة ما كانتش في المستوى اللي كان مع المشركين. لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نأخذ بالأسباب، وأن معذرة، علمنا أن نأخذ بالأسباب. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نأخذ بالأسباب وأن نخطط بجد لمواجهة العدو أو مواجهة أي خطر. فتعلمنا منه عليه الصلاة والسلام أن نواجه أي تهديدات وأي تحديات، أي تهديدات للأمن بلدنا أو ديننا أو أهلنا. وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن ندافع عن أرضنا وعن عرضنا بكل قوتنا، نقوم بهذا الواجب مهما كانت أسبابنا ضعيف، يعني الوسائل بتاعتنا مش كتيرة، مش قوية، مش في مقدورنا أغلبها، لكن الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والله تعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. في هذا اليوم، يوم ذكرى بدر، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بجميع الأسباب كأنها كل شيء، ثم عدم الاعتماد عليها كأنها لا شيء. يعني لا يغتر الإنسان بالأسباب اللي معاه ولا يركن إليها، إنما يتوكل على خالق الأسباب مع تمام اليقين في نصره سبحانه وتعالى، وأن النصر لا يكون إلا منه سبحانه وتعالى. يعني إحنا بنستعد بالأسباب المتاحة، سلاح بنسعى أن إحنا مثلا نطور الفكر بتاعه. الفكر في مسألة الحروب تغيرت في مجتمعاتنا، فبقى هناك سباق المعلومات والاستخبارات، وبقى في تطور في هذا المجال وفي هذه الميادين المتنوعة مع تطور الحياة البشرية، فنجتهد قدر طاقتنا في هذا المجال. كذلك في كل التحديات اللي بتقابلنا، لأنه ما بقتش التحديات حروب فقط، بقت في حروب فكرية، وبقت في حروب لضرب الهوية، وبقت في حروب لضرب الثقافة العربية والإسلامية، وبقت في إدخال كثير من الثقافات الغريبة والعجيبة، وبقت في شدائد بتمر على الأمم غير ألوان الشدائد اللي ممكن تلاقيها الأمم لو ما إذا دخلت في ميدان الحروب. كلها شدائد بتمر على الأمم. نستعد بما هو متاح، ونجتهد نحصل اللي مش موجود، وفي نفس الوقت مع الاستعداد يكون الإمداد من الله والاستمداد من الله سبحانه وتعالى، فنلجأ إلى الناصر النصير سبحانه وتعالى، نبتهل ونتضرع إليه قبل ذلك وبعده وأثناء في كل وقت بالدعاء رجاء المعونة والنصر. فنجمع بين الحسنيين: الاستعداد بما هو متاح، والالتجاء إلى الله تعالى. الاثنين، تاخد بالسبب، لأن أخذك بالسبب عبادة وشريعة، وتلجأ إلى الله، ويبقى قلبك مرتبط بالله، مش إن السبب اللي هيخليك تفوز وتعدي وتمر بما أنت فيه. لا، أنا باخد بالسبب لأني مأمور أخد بيه، لازم أذاكر عشان أنجح، لازم أجتهد في السعي للرزق عشان أوصل للوظيفة اللي أنا عايزها،
لازم ان انا ابذل مجهود في الارض، وان انا احرس الارض، وان انا اعمل نظام لري هذه الارض. السعي، الاخذ بالاسباب. انا مريض اسعى الى الاطباء واخذ بالسبب، لان الله خلق الحياه واقامها على الاسباب، وهو الله خالق الاسباب وخالق كل شيء. وانا في كل ده باخد بالاسباب وبجتهد احصلها واحصل ارقى حاجه فيها قدر المتاح، وانا بستمد. اسال الله العون، واسال الله النصر، واسال الله الفتح، واسال الله المعونه، واسال الله المدد، واسال الله الامداد. اياك نعبد واياك نستعين، فهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير. فمن ينصره بالاقوال والافعال سينصره مولاه، وييسر له اسباب النصر من الثبات وغيره في كل الميادين. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. فتعان على قد ما انت ملتزم بالاوامر الالهيه، مبتعد عما حرم الله، انت بتسعى لصدق القول وصدق الفعل والاحسان في كل شيء، تتقن في عملك، تصلح من احوال حياتك الزوجيه مع اولادك ومع زوجتك، بار باهلك، قائم بحق الوالدين، ما بتجريش تتكلم على حد كلمه سوء وتتسرع فتكتب لك سيئه، ما كله بيحصى على الانسان اما له واما عليه. كل ده انت بتنصر القيم الالهيه في نفسك. فتعان على كل عدو ظاهر او خفي. وخلي بالك العداوه مش ممكن بس ان يكون في اطار عدو ظاهر، اعداء الانسان نفسه التي بين جنبيه، النفس الاماره بالسوء، وابليس اللعين عدو شديد، تحتاج للمعونه الالهيه لكي تتجاوز هذه الامتحانات الشديده. ولان العبد زي ما كنا لسه بنتكلم في طريقه الى مولاه محتاج لنصره ربه عز وجل في جميع احواله وفي كافه شؤونه، ولا يستغني عن نصرته سبحانه وتعالى طرفه عين. لذا وجب على المؤمن التسلح بسلاح مهم، سلاح الدعاء. النبي عليه الصلاه والسلام ذكر بان عباده الدعاء سلاح المؤمن. النعمه سلاح المؤمن الصبر والدعاء، فده سلاح مهم. عشان كده جاءت أدعية كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في طلب النصرة من الله تعالى، طلب النصرة من الله والتأييد من الله والمعونة من الله على الشر وأهله، سواء في ميدان الحرب إذا ما دخلت الأمم حربا، أو عموما في ميادين الحياة. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته أنه يقول ويدعو الله بهذا الدعاء: اللهم أنت عضدي ونصيري، يعني أنت سندي، اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول، يعني بالله سبحانه وتعالى وبمعونته وبإمداده للعباد يتحول حالهم من مغلوبين لغالبين، ومن حال ضعف لحال قوة. بك أحول وبك أصول. أصول يعني أتمكن من العدو فأغلبه ولا يغلبني. بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. ده في ميدان الحرب من الأذكار والأدعية التي كان يقولها سيدنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك من دعائه في كل ميادين الحياة. تسأل الله المعونة والنصر والمدد. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام علمنا: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم آمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي،
وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. مرحبا بحضراتكم، ننوه على صفحتنا الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا، نشرف يعني تواصل حضراتكم عليها. ومعانا يا أستاذ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيك يا دكتورة؟ ازيك يا أستاذ أحمد، أخبارك إيه؟ الحمد لله. في حفلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والحياء. يا رب يجعلنا أهلا لذلك. يا دكتورة، ورد في ذكر سورة قاف، نعم، وأصحاب الأيكة وقوم تبع، من أصحاب الأيكة؟ حاضر. إيه تاني؟ سؤال تاني؟ اتفضل. معلش بكتر عليك. لا أبدا بالعكس، أنت بتسعدنا بأسئلتك الحلوة يعني كلها في القرآن الكريم. الله يخليك. ربنا سبحانه وتعالى خص سيدنا النبي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الخصائص كانت مكتوبة في التوراة، توراة سيدنا موسى. فسأل سيدنا موسى ربه فقال يعني على هذه الخصائص، فما هي الخصائص في رحلة الإسراء والمعراج؟ وسيدنا موسى سأل إن الخصائص دي تكون لأمته، لأمة سيدنا موسى. فربنا خصائص رد عليه الأمة المحمدية. فربنا رد عليه وقال له ده هذا هذه لأمة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. شكرا دكتور. عفوا يا استاذ احمد. يا استاذه سلوى. ايوه يا فندم. اهلا بيك. اهلا اهلا يا استاذه سلوى. انا اول مره اكلم حضرتك. لا انت نورتيني. ربنا يخليك. الله يعيننا يعيننا ويعينك يا رب. اتفضلي. انا بقول لحضرتك انا بقرا ما بعرفش اقرا ولا بكتب، بس اول مره في حياتي امسك القران مصحف واقرا فيه. ما شاء الله ما شاء الله. ايه خليتي حد يعرفك الحروف بس الاول؟ لا ما بعرفش الحروف ولا بعرف اي حاجه، بمسك الكلمه حضرتك بتسال بسؤال وكده. بتمشي معانا بتمشي معانا في الكتاب يعني؟ بسمع حضرتك كل يوم، ومعايا ابني لسه هيخش النظر السنه دي، حبيته يعني يقرا القران الكريم. ما شاء الله ما شاء الله، والله فرحتينا. طيب معايا ابني كبير اسمه باسل، رايح خمسه. ربنا يفتح عليهم ويجبر خاطرهم. حضرتك بقى تدعي لنا يا ربنا يصلح حالنا ويقفل لي عيالي، يدعي لي يدعي لي يدعي لي يعني في حياتي ومع جوزي كده. حاضر. عايزه بتخصي بالدعاء حاجه معينه؟ عايزه شيء معين؟ لا. حاضر. ودعي لي لوالدتي، والدتي انا ووالدتي ام جوزي. وحماتك. حاضر حاضر. ربنا ان شاء الله يبارك لك، وانك يعني حريصه عايزه تدعي لكل حبايبك. ربنا يسعدك ويعطيك ما تريدي وفوق ما تريدي. إنه ولي ذلك والقادر عليه الكريم سبحانه وتعالى. أستاذة سميرة. السلام عليك حضرتك. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ربنا يزيدك علم يا رب العالمين. اللهم آمين. ما شاء الله عليك ولا قوة إلا بالله، تبارك ربنا الله فيك يا رب. اللهم تقبل. بالله عليك بالله عليك ادعي لي في كل صلاتي إن يشفيني يا رب شيخوخنا اللي في رجلي دي يا رب العالمين. ربنا يكرمك ويزيدك علم. وانت برضو بتروحي بتتابعي يعني مع اطباء ولا حاجه؟ والله باخد علاج كتير، والله ما انا كلمت حضرتك كتير يعني على الصلاه عشان الصلاه. بصي حضرتك سؤال تاني. ربنا يرضى عنك يا رب ويكرمك. امين امين. انا دلوقتي ما بعرفش اقرا، ده نفس السؤال اللي هو اللي فات ده. انا ما بعرفش اقرا، فانا يعني طبعا من سنه سته ما بعرفش اقرا. بقرا في مصحف في حروف بتنقص مني كتير، وهو حرام كده ان انا اسيب المصحف فيه حروفها حروفها، بس انا تعب يعني اسمع بالقران الكريم الصبح ايه، اروح جايبه الايه واقول وراه، وصوره الكهف يوم الجمعه كذلك بقول وراه. الله. كده حضرتك يعني بتجتهدي، انا انت بتجتهدي ماجوره ان شاء الله، عشان اللي بيعرفوا عشان اللي عشان اللي بيعرفوا يقروا ويكتبوا يعرفوا ان هم في نعمه، والناس اللي بعض الناس اللي هجرين القران وما لهمش ورد من القران لا بالقراءه ولا بالمتابعه. شوف الناس اللي
ما لم تتمكن من القراءة والكتابة ازاي بتجتهد وبتتعب؟ ده ربنا كريم بيبارك العمل القليل ويجعله عظيم. ربنا كريم. أستاذة ولاء. أيوة يا فندم. أهلا أهلا. أهلا بحضرتك، أنا بحب حضرتك قوي يا رب كده، يبارك لي في عمرك يا رب. أمين أمين أجمعين، وفي عمرك وفي عمر الأجمعين يا رب. امين يا رب. حضرتك، هو انا حامل وكده، والدكتوره نصحتني ان انا ما اصومش الشعر ده، وقالت لي ما ينفعش ان انت تصومي، فجوزي قال لي ما تصوميش وانا ممكن اطلع لك القضاء، فانا مش عارفه ده ممكن ولا لا. طيب ده اول سؤال. تاني سؤال، انا عايزاك تقولي لي دعاء ان ربنا كده يثبت حملي، والناس كلها اللي بتحبك وانت حضرتك تدعيني ربنا يكمل لي على خير، عشان انا نفسي فيه قوي والله. ان شاء الله ربنا يكمله على خير، ان شاء الله تتمي الحمل على خير وتقومي بالسلامه بعد الولاده، ويرزقك ان شاء الله بالذريه الصالحه، بنين وبنات صالحين وصالحات، موفقات وموفقين للطاعات يا رب. اللهم امين اللهم امين. هنطلع اللهم امين اجمعين. هنطلع ان شاء الله للكتاب، وبعد الكتاب ان شاء الله نبدا في الرد على اسئله حضراتكم باذن الله تعالى. بيعتمد في الاساس فعلا على طريقه التلقين، وده بيجي من خلال انه بيقرا، فبيبقى فيه بعض الاخطاء، فبنصحح الاخطاء ونذكر بالقاعده. طفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام في كتابنا، كتاب قلوب عامرة. احنا صححنا المرة اللي فاتت بداية سورة التكوير، بس الحلوين بقى يقروا نصحح مع بعض ونسمع التصحيح ونتابع مع بعض. ابتدي بقى بسارة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. طب أنا قلت وإذا النجوم انكدرت، ليه النون أنا عملت لها إخفاء؟ عشان ولا علاء ولا كسرة ولا فتحة ولا لمة. يعني النون ايه؟ بنقول عليها ايه؟ اللي مش متحركة بنقول عليها ايه؟ ساكنة. النون ساكنة. خلاص؟ وراها حرف من حروف الإخفاء. فأنا أقدر أقول من أحكام النون الساكنة أو التنوين، إذا جاء وراها حرف من حروف الإخفاء، أنا بقول إنكدرت. تمام. وإذا الجبال صيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت. جميل. بأي ذنب قتلت. جميل. وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. ما بنمدش ما زيادة، احنا مد طبيعي في الرواية بتاعتنا، بنمد بنقصر المنفصل. المنفصل اللي هو حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة تانية، فأنا بقصر ما بزودش عن حركتين. ها ما أحضرت، ما أحضرت، ما بمدش زيادة عن اللازم. يلا يا سادن. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت،
بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم صعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. جميل جميل. يلا حنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا أنا عايز أسمع الشين أفضل من كده بتاعت الوحوش، هي عايزة يعني تتحققي في إخراجك الشين وتديها التفشي اللي هو من صفاتها. التفشي يعني البق بتاعك ده بيتملي هوا وانت جاية تنطقيه. وإذا الوحوش حشرت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت. طب ليه هنا احنا بنقول ذنب قتلت؟ هي أنس. إقلاب. ليه يا أنس؟ عشان النون وراها به. وراها به، تمام. يبقى النون الساكنة وراها به. يعني من أحكام النون الساكنة وإيه؟ أو التنوين. جت وراها باء. بعمل إيه؟ بقلبها. أقلبها لإيه؟ ميم. وهنلاقي الميم في المصاحف أمام حضراتكم مرسومة، قدامكم أنتوا كمان في المصاحف في ميم صغيرة. يبقى ده إقلاب. وبعد كده الميم لما بتبقى وراها به لازم يبقى عندي هنا الإقلاب، بيبقى ذا ذا. عينيكوا هنا. ذا ذا. بأي ذنب قتلت. جميل، كملي. وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. أحضرت. جميل. طيب، علمت نفس ما أحضرت، هنا إيه؟ حكم إيه؟ التنوين ده اللي وراه ميم، ها؟ إدغام، هيبقى عندي إدغام. إدغام غنة. طبعًا، أنت عندك هنا إيه؟ ما عنديش لام وراء، أنا عندي ميم. عندك ميم اللي هي من ضمن كلمة ينمو، اللي هي الكلمة بتاعتها المجموعة فيه يرملون، ينمو إدغام بغنة، واللام والراء إدغام بدون غنة، الكلام ده مع احكام النون الساكنه والتنوين. وايه الميم الساكنه، تمام، او التنوين. يبقى نفس عملت ادغام بغنه زي ما سادن قال. مين اللي عليه الدور؟ يلا يا شروق. اذا الشمس كورت، واذا النجوم انكدرت. يا شيخه، ده الراء مفتوحة. الراء المفتوحة دي رقيقة ولا مفخمة؟ مفخمة. يبقى انكدرت؟ كدرت. رد مين؟ مش رد خالص. رد. يلا، وإذا النجوم؟ وإذا النجوم انكدرت. ها، جميل. وإذا الجبال سيرت. أيوه. سيرت. راء. وإذا العشار؟ وإذا العشار عط. وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت. كمل معلش يا عبد الله عشان الوقت. أحسنت يا شروق. وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت. الإخفاء اللي من التنوين بتاع ذنب في
في عندك هم في تنوين تحته، وهتلاقوا التنوين عامل كده عشان انا عندي بعديها هخفي، هعمل اخفاء، فالاخفاء بياخد شكل وصفه الحرف اللي جاي وراه. فهقول ايه؟ ذا، بص لي هنا، ذا بيان، ذا بيان قتلت باي ذنب؟ بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء قشطت، وإذا كمل يا أنس. وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. أحسن، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا. اللهم واجعله لنا على الصراط نورا، واجعله إلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اهلا وسهلا بحضراتكم. الاستاذ احمد ليه سؤالين، هنجاوب على السؤال والسؤال الثاني نبحث وبعدين نرد على حضرتك ان شاء الله. اول سؤال، حضرتك بتسال عن اصحاب الايكه، وبتقول هم مين اصحاب الايكه؟ اصحاب الايكه دول هم قوم مدين الذين ارسل الله تعالى اليهم سيدنا شعيب عليه السلام. سميوا باصحاب الايكه، قيل لانه المكان اللي كانوا فيه كان في شجر كبير وملتف حول بعضه، فسمي بذلك بأصحاب الأيكة يا أستاذ أحمد. أما سؤالك الثاني فمحتاج بعض بحث للتأكد من الرواية اللي حضرتك بتقول عليها، ونسأل الله الفتح والتوفيق. الأستاذة سلوى إن شاء الله بإذن الله يعني ربنا يوفق ويعين، وألتزم بالدعاء زي ما حضرتك قلت، إن أدعي لحضرتك وللست الوالدة ولحماتك، وإن شاء الله ربنا يجيب الدعاء ويشفيك شفاء تاما كاملا لا يغادر سقما. كذلك الست سميرة مع سؤالها إن هي ما بتعرفش تقرأ وتكتب ولكن بتجتهد بما هو متاح. بس في حاجة مهمة لازم انبه عليها يا ست سميرة وبرضو للست سلوى، لان مشتركتان في مسألة ان هما ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، بس على الاقل احفظ الفاتح لان لإقامة الصلاة، لتصح صلاتي احفظ سورة الفاتح، فبالتكرار ان شاء الله تحفظيها. اما بالنسبة لمسألة الاجتهاد في قراءة القرآن الكريم وانا مش متعلمة ولا استطيع القراءة والكتابة الا بضعف شديد تسقط مني بعض الحروف، فأسمع قبل ما أقرأ، يعني أجتهد في التعلم. مفيش مشاكل إن يكون حد، في كتير أهل خير بيعلموا القرآن وبيعلموا اللغة العربية على الأقل الحروف، فنجتهد في ده قدر طاقتك. أنا بفتح ليكي بس بعض أو أنبه إلى بعض الأمور. مفيش مانع زي ما أنت بتعملي ترددي خلف المذياع اللي بتسمعي بيقول قولي وراه، وبعدين انت في كل احوالك ماجوره عند قراءه القران الكريم وعند الاستماع الى القران الكريم. ثبت الحالين عن النبي عليه الصلاه والسلام زي ما علمنا النبي عليه الصلاه والسلام، من استمع الى ايه من كتاب الله كتبت له حسنه مضاعف، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامه. وان شاء الله تجمعي انت والست، الست سلوى والست سميره، ما بين ان احنا نقرأ ونستمع.
قدر الطاقة، فأجتهد قدر الطاقة وإن شاء الله ربنا يفتح. وبتتعتعي بقى وإنت عمالة تسمعي المذياع أو الشيخ بيقرأ وإنت بتحاولي تقري وراه، وبتتابعونا في الكتاب وبنجتهد قدر الطاقة، الإنسان بيؤجر على ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى الفتح. وبعدين النبي بشر بشرة للذي يتحرى الخير فقال ومن يتحرى الخير يعطى. أنا عايزة أتعلم فبسعى وبشوف مين يعلمني وبروح وباجي وبتعب، أنا أتحرى هذا الخير. يؤتى الإنسان ما تحره بقلب صادق، وتقابله تحديات لكن الله المعين يعين سبحانه وتعالى. بالنسبة لأختنا الحامل، هي نصح الطبيب ألا تصوم، وجوزها قال لها تبقي يعني إيه نخرج عنك الإطعام عن هذه الأيام، وعايزة ندعي لها بتثبيت الحمل. اللي مطلوب من حضرتك يا صاحبة السؤال إنك تقضي هذه الأيام عند التمكن، بعد ما أنت مطلوب أنك تفطري في شهر رمضان، وهذا بنصيحة الطبيب المعالج، يبقى وجب الاستماع إلى ما نصح حضرتك به لأنه هو اللي دارس الحالة وأدرى بها. ما علي إلا قضاء هذه الأيام بعد ذلك يا أستاذة ولاء، من غير فدية هتقضيها، بس اللي عايزة تصوم هتصوم، بس تقضي هذه الأيام فقط. بالنسبة لتثبيت الحمل، لو تتذكروا خدنا في حلقة اسم الله الرقيب ما ذكره الشيخ زروق في لما قال قراءة اسم الله الرقيب 7 مرات، وعالم كبير 7 مرات على بطن الحامل يكون من ضمن أذكارها، يا إما تقول يا رقيب يا رقيب يا رقيب 7 مرات، أو الرقيب 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 7 مرات، وإن شاء الله يثبت الحمل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتم حملك على خير، وترزقي بالصالحين والصالحات الأبرار إن شاء الله. اللهم أمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم، اللهم يا ربنا ندعوك يا الله يا الله يا الله بأنك أنت الله المستعان، نسألك بأنك أنت الله المستعان خير الناصرين أن ترزقنا نصرا من لدنك تدفع به عنا مكر كل ذي مكر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا يا مولانا على من بغى علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين يا رب العالمين. أستودعكم عناية الرحمن الرحيم. Thank you.